في حلقة اليوم سنتحدث عن قتل الرسل الأوائل. أعزائي من جبل الزيتون، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. راح نتحدث في هذه الحلقة عن موت أول شهيد من الرسل، الرسل الاثني عشر، يعقوب أخو يوحنا. راح نتحدث أيضا عن سجن بطرس وعن هيرودس الذي قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة. أنا موجود على جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة مع أسوار أورشليم، وفي هذا الوادي وادي قدرون تستطيع أن ترى بستان جتسماني أيضا. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا ماشي فوق أسوار القدس القديمة، مدينة أورشليم. هذه الأسوار مشهورة في التاريخ. وفي ذلك الوقت أخذ الملك هيرودس يضطهد بعض رجال الكنيسة، وقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا. فلما رأى أن هذا يرضي اليهود قبض أيضاً على بطرس، وكان ذلك في أيام الفطير. وبعدما قبض عليه ألقاه في السجن وسلمه إلى أربع فرق ليحرسوه، كل فرقة أربعة جنود، وكان ينوي أن يعرضه للشعب بعد عيد الفصح، فأبقاه في السجن. وكانت الكنيسة تصلي إلى الله بلا انقطاع من أجله. أعزائي من وادي قدرون، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث من الإصحاح الثاني عشر. أنا موجود في وادي قدرون، الوادي الشهير في الكتاب المقدس، يفصل عن البلدة القديمة عن جبل الزيتون. هذا الوادي أيضا يسمى وادي يهوشفاط، أي الله يدين، أو وادي الملوك. جبل الزيتون من الجهة الشرقية تستطيع أن ترى في أسفل الجبل بستان جتسماني. ألقوا القبض على المسيح في هذا البستان وصار في نفس الوادي، وادي قدرون، إلى جبل صهيون صعوداً إلى بيت قيافة. أيضاً أرى كنيسة مريم المجدلية، القبب المذهبة، وهذا النصب يسمى نصب أبشالوم، وتستطيع أن ترى أسوار القدس القديمة. لكن الشيء الملفت للانتباه جناح الهيكل العظيم، كان يقف رئيس الكهنة ويضرب بالبوق كل صباح وكل مساء أيضاً عند إعلان التقدمة. هنا نرى تحول معين في هذا الإصحاح. الكنيسة كانت تنمو وتتكاثر، كان الاضطهاد معظم من اليهود، لكن في هذا الإصحاح نرى الاضطهاد جاء من ملك، الملك هيرودس أغرباس الأول. وهذا طبعا ليس غريب عن الذين يدرسوا تاريخ هذه العائلة. هذه العائلة مشهورة جدا، تتميز بالعنف، بالبطش والقتل. هذا الملك عين الإمبراطور الروماني كلوديوس حتى يكون ملكاً على اليهودية. طبعاً هو حفيد
هيرودس الكبير الذي قتل أطفال بيت لحم، وهو أيضا ابن أخ هيرودس أنتيباس اللي قطع رأس يوحنا المعمدان ووقف يسوع أمامه في المحاكمة. وها نرى نفس الملك يضطهد ويقتل الرسول الأول في المسيحية، هو يعقوب أخو يوحنا. عندما أقف في هذا المكان أتذكر حادثة أخرى حدثت في نفس المنطقة ليعقوب آخر اللي هو يعقوب أخو الرب أو من عائلة الرب يسوع المسيح اللي كان قائد كنيسة أورشليم. ألقوا من جناح هذا الهيكل إلى أسفل وادي قدرون ومات أيضا شهيد في هذا المكان. طبعا دم الشهداء هي بذرة الكنيسة، الكنيسة نمت من خلال الاضطهاد. لكن أحبائي هيرودس قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. يعقوب أخو يوحنا كان من الدائرة القريبة من الرب يسوع، كان معاه على جبل التجلي. وإذا بتتذكروا الحادثة لما جاءت أم يعقوب ويوحنا طلبت من يسوع أن يجلس واحد عن اليمين والآخر عن اليسار في ملكوته، طبعا جواب المسيح كان هل يستطيع أن يشرب الكأس أو يصطبغ بالصبغة يقصد عن موته؟ فعندما أجابوا نعم دفعوا الثمن. وها نرى الشهيد الأول الرسول يعقوب أخو يوحنا يقتل بالسيف، ودمه أيضا كان سبب لامتداد الكنيسة وأيضا فرح وحماسة وإثارة لليهود اللي كانوا يقاوموا المسيحيين في هذا المكان. هيرودس لما شاف إنه الوضع والأمر بسر اليهود بخليهم مبسوطين رجع وألقى القبض على بطرس وحطه في السجن بحراسة من 16 عسكري 4 أرابع، لكن خلاه لليوم الآخر لأنه كانت الأيام عيد الفطر. قبل أن أواصل حديثي عن هذا الموضوع أريد أن أقول في هذا الإصحاح 3 أمور: الله يرى تجاربنا، الله يسمع صلواتنا، الله يتعامل مع أعدائنا. عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل. لكن كل الأشياء تعمل معا للخير، لخير المؤمن وخير الكنيسة. بوابات أورشليم. هناك 8 بوابات أصلية للمدينة، لكن 7 منها فقط ما زال يمثل مدخلاً حقيقياً إلى المدينة اليوم. بنيت معظم تلك البوابات عام 1538 في نطاق بناء الأسوار الحالية. بوابة يافا أو باب الخليل أطلق عليها هذا الاسم لأن الطريق الذي يبدأ منها يصل حتى ميناء يافا، وهي البوابة الوحيدة التي تقع على الجانب الغربي للمدينة القديمة. إنها أكثر المداخل المؤدية إلى المدينة القديمة ازدحاماً وأكثرهم سهولة من حيث الوصول إليها من غرب أورشليم. بوابة دمشق أو باب العمود. تتميز هذه البوابة بأبراجها الكثيرة وتقع في الجزء الشمالي من المدينة القديمة. إنها أكبر البوابات حجماً وأكثرها روعة. سميت بوابة دمشق بهذا الاسم لأن الطريق إلى دمشق كان يبدأ من هنا. ويعود تاريخ بوابة دمشق إلى فترة الحكم العثماني، وقد تم بناؤها فوق أطلال بوابة رومانية سابقة. بوابة الأسد أو بوابة الأسباط تقع على الجانب الشرقي من المدينة القديمة، وتأتي تسميتها بهذا الاسم لوجود زوج من الأسود منقوشين على جانبيها، كما يطلق المسيحيين على تلك البوابة اسم بوابة استيفانوس، حيث يعتقد أن القديس تم رجمه في هذا المكان حتى استشهد. وأثناء أسبوع عيد القيامة تبدأ المسيرة المسيحية من بوابة الأسد لتتبع مسيرة الصليب عبر طريق الآلام،
وهو الطريق الذي يؤمن المسيحيون أن يسوع سار فيه إلى مكان الصلب. أعزائي، أواصل حديثي من وادي قدرون من سفر أعمال الرسل الإصحاح 12. رأينا أن هيرودس أغرباس الأول مد يده وقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، رأى أن هذا الشيء يرضي بل يسر اليهود، قبض على بطرس ووضعه في السجن الداخلي ووضع عليه حرس 4 رابع، أي 16 عسكري كانوا بيتناوبوا يحافظوا على الرسول بطرس. هذا الإصحاح بالواقع إذا أردت أن أعطي تلخيص من مزمور 34 آية 15 و16: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. الشيء الجميل أنه بطرس الرسول اقتبس هذه الآية في رسالته أيضا، عندما كتب في رسالته في بطرس الأولى إصحاح 3 آية 12. الله يرى تجاربنا، الله يسمع صلواتنا. عندما ألقي القبض على بطرس في شيء جميل جدا حدث، اجتمعت كل الكنيسة في أورشليم في بيت يوحنا مرقس وابتدأت تصلي من أجل بطرس الرسول. لربما سائل يسأل: لماذا يسمح الله بموت يعقوب ويسمح أيضا بحرية بطرس، أو لماذا يسمح الله بموت استفانوس كشهيد؟ نحن لا نعرف أو ندرك كل الأسباب، لكن ما نعرفه الله له السيادة والسلطان المطلق، سواء بالحرية أو بالموت. الله استخدم أن الرسالة تنتشر إلى كل أنحاء الأرض، شدد بل قوى المؤمنين أنه يتكلموا بجرأة وبجهارة، ومن خلال الصلاة وحدت الكنيسة بصوت واحد ونفس واحدة بدون أي خوف، ممتلئين من الروح القدس لكي يواجهوا هذا الحدث، ليس بالانتقام وليس باللعن الأعداء وليس بالمحاربة أو الشكاية، لكن بقوة الصلاة ومحبة الأعداء. وضع بطرس في السجن وكان عليه حراسة شديدة، وطبعا كان في مناوبة بين العسكر، كان يربطوا إيد بطرس في يد العسكري، لكن بطرس كان مربوط بسلاسل مع العساكر وعارف أنه في اليوم الثاني بعد العيد رح يحكم عليه بالإعدام. وشيء آخر، يعقوب قطع رأسه، صديق بطرس من أيام الطفولة، عاشوا في منطقة بيت صيدا وكفر نحوم، عاشوا في المسيح، فكيف ينام في هذه الظروف؟ ما هذا السلام الذي يتمتع به بطرس الرسول؟ هذا السلام العجيب الذي يفوق كل عقل، أو السلام الذي يتحدث عنه مرنم وكاتب المزمور: بسلامة أضطجع بل أنام. أعتقد سببين رئيسيين. السبب الأول صلوات المؤمنين بلجاجة، اجتمعت الكنيسة كانت تصلي بلجاجة بصوت واحد، وكانت تصلي ليلا ونهارا، وكانت تصلي صلوات محددة، هي أن الله ينقذ بطرس الرسول. نعم الله يرى التجارب، اتألمت الكنيسة من موت يعقوب ونحن لا ندرك كل السبب، لكن ندرك أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذه الصلوات ليلا ونهارا كانت سبب في إنقاذ بطرس الرسول. لكن السبب الثاني والسبب الأهم، أدرك بطرس أنه هيرودس لا يمكن أن يمد إيده عليه لأن السلطان هو بيد الرب. بتتذكروا معي في إنجيل يوحنا الإصحاح 21 الرب يسوع وعد بطرس أنه راح يكون شيخ عجوز وأنه شخص راح يقتاده، وكان مدرك أنه مش راح يموت في هذا المكان، راح يموت في روما ويموت أيضا صلبا، فكان نايم نوم هادئ. بعتقد أنه الكنيسة كانت يعني مثارة أكثر من بطرس الرسول، حتى عندما أنقذ جاء وقرأ على الباب لم يصدقوا أنه كان بطرس بل روح بطرس أو ملاك بطرس الرسول كان موجود هناك، كان بيتمتع بسلام عجيب. أدرك أنه الأمر مش في يد هيرودس أغرباس، اليد هو
في إيد الرب. الشيء الجميل اللي حدث إنه الله أرسل ملاك، وكان بطرس في نوم عميق، ولربما كأنك أنت بتشاهد فيلم دراما جميل جدا فيه أحداث مثيرة جدا. جاء الملاك وضربه في جنبه وطلب منه أن يلبس نعله والرداء أيضا، وخرج معه من المحرس الأول من خلال السجن إلى البوابة الخارجية حتى وصل بيت يوحنا مرقس، وهناك تركوا الملاك. منشوف هنا الدرس في التواضع والطاعة، إنه بطرس كان مطيع وكان متواضع، والرب أنقذ بطرس الرسول. بالختام عزيزي أريد أن أقول هذا الشيء، عندما نسمع هذه القصة ينبغي أن نصلي للسجناء. كانت كل الكنيسة اجتمعت لما كان بطرس مسجون، هل الكنيسة تجتمع اليوم حتى نصلي من أجل السجناء؟ نذكر المقيدين كأننا مقيدون معهم، سنرى أن الله يتعامل مع تجاربنا، يسمع صلواتنا، وفي الفقرة القادمة سوف نرى كيف يتعامل الله مع أعدائنا. وكان بطرس في الليلة التي عزم هيرودس أن يعرضه بعدها للشعب نائماً بين حارسين، وكان مقيداً بسلسلتين، وعلى الباب جنود يحرسون السجن. وظهر ملاك الرب بغتة فسطع نور في داخل السجن، وضرب الملاك بطرس على جنبه فأيقظه وقال له: قم سريعاً. فانحلت السلسلتان عن يديه، وقال له الملاك: شد حزامك واربط حذاءك. ففعل، ثم قال له: البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعرف أن ما فعله الملاك كان شيئاً حقيقياً، بل ظن أنه رؤيا. فاجتازا الحرس الأول والثاني ووصلا إلى الباب الحديدي الذي يواجه المدينة، فانفتح من تلقائه، وخرجا حتى قطعا شارعاً واحداً ففارقه الملاك في الحال. فأفاق بطرس من غفلته وقال: الآن تأكد لي أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما كان اليهود ينتظرون أن يفعلوه بي. ثم فكر قليلاً وذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب بمرقس، وكان هناك جماعة كبيرة تصلي. أعزائي، نواصل دراستنا من سفر أعمال الرسل الإصحاح 12 من منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط. رأينا في هذا الإصحاح كيف هيرودس أغرباس الأول قطع رأس يعقوب أخو يوحنا ويعتبر الشهيد الأول بين الرسل. ثم رأينا أن هذا الشيء يرضي اليهود فوضع بطرس في السجن، وظن أن هذا الشيء يعني سيعطي الاعتزاز أو الفخر أمام اليهود لأنه كان من عرق أدومي حتى يرضي اليهود، لكن ملاك الرب أو الله تدخل، أرسل ملاكه وأنقذ بطرس الرسول. فبالحق الله يرى تجاربنا، يسمع صلواتنا، ثم يتعامل مع أعدائنا. تعامل مع هيرودس في نفس هذا المكان. وقبل أن أقول كيف تعامل الله معه، أريد أن أكرر الآية مرة أخرى: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. وهذا ما حدث مع هيرودس أغرباس الأول في منطقة قصاريا. حتى ما نتلخبط في موضوع هيرودس في العهد الجديد، هيرودس الأول اللي ذكر في العهد الجديد هو هيرودس الكبير أو هيرودس الملك في أيامه ولد المسيح يسوع، وهذا هيرودس هو الذي قتل أطفال بيت لحم. كان حياته متناقضة، من ناحية كان بحب الفن المعماري وبنى البلاد بشكل عجيب وفائق جدا. واحدة من البلدان اللي بناها هي قصاريا اللي أنا موجود فيها، قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط. بناها تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر حتى يأتي إلى هذا
المكان، لكن التاريخ يقول لم يأتي إلى هذه البلدة. بنى واحد من أعظم الموانئ. كيف يبني بناء ميناء على البحر الأبيض المتوسط الأمواج الهائجة، لكنه جعل جدران تحمي البلدة والميناء محمي في هذا البلد. إن دل على شيء بدل على التفوق المعماري اللي كان موجود في ذهن هيرودوس. بنى أيضا المسرح الكبير للفن والموسيقى، وأيضا هذا المسرح اللي خلفي للمسابقة والرياضة والمصارعة أيضا. وتستطيع أن ترى عدة أبنية في هذه المنطقة من هياكل ومعابد وحمامات وشوارع ساحة الميدان العام. وطبعا بعد فترة اكتشفوا الكنائس البيزنطية من القرن الرابع. هذه المدينة كانت مدينة إدارية وأيضا مدينة طبعا تجارية بسبب الميناء. إداريا كانت تهتم بشؤون السياسة والشؤون المدنية في كل أرض فلسطين في أيام المسيح. هيرودوس بنى هذه المدينة، بنى الهيكل في أورشليم، بنى الأكوادكت اللي بيجمع المياه من عند سفح الكرمل إلى قيصاريا، وبنى كثير أماكن مثل مسادة، مكاريوس في الأردن، وهيرودين في بيت لحم. في كل منطقة تسير في هذه البلاد بتشوف بصمة هيرودوس الكبير. لكن التناقض الثاني في حياته، كان شخص مليء بالهواجس والشكوك، وكان معروف بالبطش والقتل. كل إنسان كان بشك فيه كان يقتله. قتل زوجته مريم، قتل حماته، قتل ابنه أنتيباتر الأكبر، قتل ابنين آخرين، وقتل كثير من عائلته من أقربائه، وقتل كثير من الناس حتى إيش يحافظ على مكانته السياسية. كان مريض بمرض القتل والبطش والعنف. ابنه هيرودوس أنتيباس، طبعا هيرودوس أنتيباس اللي قطع رأس يوحنا المعمدان، وهو الذي قال عنه المسيح قولوا لهذا الثعلب، هو نفس هيرودوس اللي وقف أمامه المسيح للمحاكمة في مدينة القدس أورشليم. لكن هيرودوس أغرباس الأول اللي بنتحدث عنه بسفر أعمال الرسل إصحاح 12، هو بكون حفيد هيرودوس الكبير وابن أخو هيرودوس أنتيباس. هيرودوس أغرباس الأول أيضا كان بيتميز بالعنف والبطش والقتل والكبرياء أيضا. تقول القصة أنه جاء إلى قيصاريا وكان غضبان على السوريين والصيدانيين لأنه كان بيزودهن في القمح والتجارة. فطبعا جاءوا حتى يستعطفوا الشخص اللي بيشتغل عنده. فجاء ولبس الحلة الملكية وابتدأ يخطب أمام الناس. فطبعا عندما خطب قالوا هذا صوت إله. فبدل ما أن يعطي المجد لله اتبسط على الفكرة أو سر من هذا الفكرة، فضربوا الرب في الحال، ضربوا بالدود، كان الدود يأكله وهو بعد على قيد الحياة. والشيء الجميل أحبائي أنه المؤرخ يوسيفوس بأكد هذه الحادثة، أنه من بعد ما خطب للصيدونيين أصيب بمرض خطير ومات أيضا، مات في نفس البلد. فالله يتعامل مع أعدائنا. نعم قتل وسجن بطرس وظن أن الحبل فالت أو الأمر يستطيع أن يفعل ما يشاء، لكن الرب ضربه في الوقت المعين في الساعة المعينة. طبعا هذا المكان أيضا كان ساكن فيه فيليبوس المبشر، جاء إليه بطرس الرسول، بشر كرنيليوس وعمده في هذا المكان. بولس أيضا كان سجين سنتين في هذه البلدة، من هذا المكان أبحر إلى روما. لكن بطرس وقف أمام أغرباس أو هيرودوس أغرباس الثاني للمحاكمة في نفس البلد، اكتشفوا السجن في هذه المنطقة، ومن هناك رفع دعواه إلى قيصر. أريد أن أقول أحبائي، مهما كان الإنسان ظالم أو يضطهد، في توقيت لكل إنسان الله شايف، الله عارف، الله لابد أن يسند الضعفاء، لابد أن يعين المجربين، ولابد أن يقف مع أولاده وبناته ليساندهم ويساعدهم أيضا. عزيزي في الختام أريد أن أقول الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس، يعرف كل شيء، هو يتحكم بقلوب الملوك، وهو يميل من يشاء، يرفع أمة ينزل أمة،
لكن كل الأشياء تعمل معا للخير، لخير المؤمن وخير الكنيسة. في أسئلة كثيرة في الحياة يمكن ما بندركها وما بنفهمها، موضوع التجارب، موضوع الألام، لكن تذكر ما يقول الكتاب: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب. طوبى للذي يحتمل التجربة. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. إذا كان في داخل إنسان شر بيتطور، لكن حتى في الحياة المؤمن ممكن يتألم. شفنا يعقوب اتقطع راسه، لكن كان سبب حرية بطرس وامتداد الكنيسة أيضا. لكن لازم نعرف أنه في يوم لكل ظالم ولكل عدو. اليوم الكنيسة مضطهدة جدا في عدة دول، في نواحي كثيرة من أنحاء العالم. لماذا؟ لأنهم بكل بساطة بيحبوا الرب، بيشهدوا عن الرب وبيخدموا الرب. والسؤال: هل في شيء خطأ بالمسيح يحرج أو يخجل أو ما ننكس الرأس به؟ لا، لكن يضطهدون من أجل اسم المسيح، من أجل البر، ومن أجل الإنجيل أيضا. لكن أحباء الله ينجي في التجربة، والله يتعامل مع الأعداء. لكن أريد أن أشجعك: لا تخف، الرب موجود، الرب حي، الرب بساندك، الرب باركك. وأيضا درس نتعلم أنه نبتدي نصلي ككنيسة حتى الرب يوحدنا، وحتى في هذه الصلاة نصل إلى حتى أعماق السجون وإلى كل أنحاء الأرض. لربما أنت مجرب بتمر في ظروف صعبة، الرب بيجربنا مش عشان يكسرنا، لكن عشان يرفعنا، عشان يشكلنا حتى نكون صورة يسوع المسيح على الأرض. وصلي أن هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك. اتصل أو اكتب لنا. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن انتشار الأخبار السارة. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-666-07، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو